قطاع الحماية المجتمعية أفرج عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تنفيذاً للقرار الجمهوري، مما تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ارتفعت تكبيرات العيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية تأكيدا على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة عيد الأضحى حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. مشاركة في الأعياد وفي كل المناسبات هي أمر إلهي، فكرة إن احنا طول عمرنا إخوات، طول عمرنا مع بعض، وطول عمرنا بنفرح مع بعض. لفتة جميلة قوي إن مصر تعيد على آلاف النزلة وتقول لهم عيدوا النهاردة في بيوتكم، ويخرجوا من هنا بعد ما اتعلموا إزاي يعيشوا بطريقة أفضل من الأول، بعد ما تأهلوا جوه إزاي يطلعوا، عرفوا طريق الحلال، عرفوا الحرية تسوى إيه. هذه المشاركة التي يحرص إخواننا من الأقباط في على آدائها، ويحرصون على المجيء إلينا دوما، وذلك حالنا أيضا معهم. حينما تكون الأعياد نتبادل التهاني ونتبادل التحيات. جينا نعيد على أخواتنا المسلمين بمناسبة العيد زي ما بيعملوا معنا على طول في كل عيد، وربنا يخلينا للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو عمل لنا المنظومة الجديدة ديت، التأهيلات ديت فيها كنيسة والجامع، وبنعيد مع بعضه ونفرح كلنا مع بعض. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم بهذه المناسبة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الإفراج عن 4199 نزيلا تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. كلمة شرف اتحققت لما الإيدين اتعلمت ازاي تواجه الظروف. احنا فرحانين جدا، والعيد قاعدين ان احنا هنخرج نقضي العيد في وسط اولادنا. ربنا يخلينا نصبت الرئيس عشان ادانا فرصه جديده ان احنا نبدا حياه جديده ونتغير. من داخل المكان دوت ما كانش معايا حرفه، لما دخلت اتعلمت الصنعه اشتغلت عرفت حرفه الترزي، بقيت اقعد على مكان خياطه، وان شاء الله لما اخرج باذن الله هبدا الحرفه دي، اشتغل في الصنعه دي وابدا حاجه جديده ان شاء الله اصرف بيها على بيتي وعلى نفسي. هنا اتعلمت صنعه ما كنتش ان انا احلم ان انا اتعلمها، ولا عمري في حياتي كنت افكر ان انا اقعد على مكنه واشتغل ترزي والكلام ده، والحمد لله ما حدش اثر معانا طبعا. الف 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 شكر لسياده الرئيس. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اتاح لي الفرصه ان احضر عيد الاضحى مع اهلي واولادي، الحمد لله. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكره مليان بالامان، بالصنعه دي هقدر اعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، واقدر اخد خطوات جديده يخطوها المفرج عنهم لبدايه حياه جديده، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الاصلاح والتاهيل بفرحه كبيره واشاده بقرار العفو الرئاسي الذي اعاد اليهم ابناءهم في احضانهم، كما اشادوا بتغيير سلوكياتهم وما لمسوه من استعداد لبدايه حياه جديده. اشكرك يا سياده الرئيس ان اخويا طلع بالسلامه الحمد لله، وعلى كل حاجه حلوه بتعملها لنا، نحمد ربنا يا رب. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمك. الحمد لله، الحمد لله، الف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ان طلع اخويا بالسلامه، الف شكر لادي عداد والله. نشكر السياده الرئيس اللي هو خرج ابن اولادنا كلها، مش ابني بس، اولادنا كلهم بالسلامه، وكل عام وهو طيب. التوسع بالافراج بالعفو الرئاسي هو احد اهم ادوات السياسه العقابيه الحديثه، وهو فرصه للمفرج عنهم للبدايه من جديد بعد تاهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع.